كل التحيه ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك من جديد وبكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. سريعا الكابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق للنادي الاهلي، الهدف اتحقق كابتن يوسف زي ما اكدت وقلت، 180 دقيقه مباراه في القاهره ومباراه هنا، ظروف كانت صعبه جدا، وما بتحبش تتكلم على الظروف لكن حابين نتكلم عليها لان احنا تعبنا، موضوع نقص الاكسجين ده بشكل كبير جدا، واللعيبه يمكن كنا عازرينها قبل المباراه. حطينا في الاجواء كابتن يوسف، وبارك لك اولا على المباراتين بشكل عام. الله يخليك، الحمد لله. طبعا تاهلنا لدوري المجموعات، والاول بمس على ميدو طبعا وضيوفه. عايز اقول حاجه، ارجع تاني لل 90 دقيقه اللي كانوا في القاهره. انا برضو خلي بالك الذهاب وعوده ما ينفعش تتعامل مع 90 دقيقه لوحديهم. يمكن ميدو كان حتى لاحظ ان انا كنت يعني مش عايز اقول حزين، بس ما كنتش في احسن حالاتي، يعني لان كنت اتمنى ان في المباراه الاولى، لان انا عارف الاكسجين هنا وعارف ارضيه ملعب استاد اديس ابابا هنا صعبه والموضوع صعب وانا عارف، عشان كده كنت اتمنى ان احنا 5-6، فيبقى انت يعني الدنيا تبقى لكن في نفس الوقت انا بقول طبعا بشكر اللعيبه جدا لانه لعبوا بروح عاليه جدا. الشوط الثاني كمان بالتحديد قدرنا ان احنا تغيير ازار وخرجنا خرجنا حمودي، ادى بشكل كويس جدا، كلهم ادوا بشكل كويس جدا، لكن ازارو ادانا تواجد في المناطق الدفاعيه بتاعت فريق جيما، ويعني لحت لنا اكتر من فرصه كنا ممكن ان احنا نجيب هدف او هدفين كمان تخلص بيهم المباراه، لكن الحمد لله الحمد لله هم الشوط الثاني تواجدوا في المناطق الدفاعيه عندنا، وده طبيعي جدا لانه طبعا لازم يضغطوا علينا، لكن ما اعتقدش في فرص اكيده يعني زي الفرص اللي جات لنا. احنا جات لنا فرص اكيده، كلوبالي في الستة ياردة، الكره بتاعت ازارو اللي بدماغه، يعني الكره الانفراد اللي حطها اسلام محارب لازارو، يعني في كذا كره، لكن الحمد لله انا بقول الهدف اتحقق في ظل طبعا عندنا اصابات كتير. خلي بالك انا النهارده جايب علي معلول وجايب احمد فتحي مش هيشتركوا، يعني مجرد بس عشان ما نبقاش قاعدين 13 او 14 لاعب بس، عاشور رقم برضه متواجد معانا، لكن هو يعني عارفين من الاول ان هو مش هيلعب لا هو ولا ازارو ولا سوري ولا احمد فتحي ولا علي معلول بس. فالحمد لله انا بقول ميدو ادى بشكل كويس لما نزل، كل المجموعه بصراحه ادوا بشكل كويس. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن، نتمنى المصابين هيرجعوا بقوه اكتر مع التدعيمات، ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن ان شاء الله الايام اللي جايه. مطلوب ايه من اللعيبه كابتن يوسف الفتره اللي جايه؟ يمكن كنت بتكلم مع كابتن سيد، المطلوب كتير، مطلوب تحديات كتير وصعوبات كتير، ومطلوب تركيز كبير كمدير فني بقيمه الكابتن محمد يوسف. مطلوب ايه الفتره اللي جايه كابتن يوسف؟ مطلوب ان احنا نرمي ورا ظهرنا كل انجاز وكل مباراه بتاخد 3 نقط فيها. النادي الاهلي مطالب بكل مباراه يفوز، يلعب حلو، يأدي بشكل جميل، يمتع الناس. فانا دايما بقول للعيبه، حتى قلت لهم استمتع باللعب والعب بدون ضغوط وطلع الكره اللي عندك. احنا بنلعب الفتره اللي فاتت بنلعب ماتشات، سيبك من النهارده برضو يمكن الشوط الثاني بدانا نمسك الكره ونقلنا، بس طبعا عمرنا ما هننقل بالشكل اللي احنا عايزينه، لان طبعا ارضيه الملعب مع الاكسجين هتفرق بشكل كبير جدا. لكن انا بقول ان احنا عندنا كره كويسه وعندنا يعني بنطلع انتاج كويس لما مبقاش لما كل واحد بيلعب في ال 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 الاطار او الواجبات اللي محدده ليه، وبدون ضغوط وبدون اي يعني ما يبقاش يعني ايه مشدود يعني. بس غير كده انا شايف ان احنا ادائنا بشكل كويس، ماشيين بشكل كويس تصاعدي، ان شاء الله نقفل الملف ده بقى ونبدا نركز في الدوري، ومستر مارتن يرجع لنا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى ماشيه كويس ان شاء الله. قدر النادي الاهلي غلق الصفحه كابتن يوسف بقى بكل ما فيها النهارده، وعندنا يمكن تلاحم بقى الداخليه والمباراه الجايه خلاص يا كابتن. طبعا هتبدا تخش على الدوري بقى خلاص، احنا حققنا الهدف دخول دوري المجموعات، ودي مهمه جدا، لان النهارده لا كان لا قدر الله لو كان حصل اي نتيجه كانت برده هتبقى كبوه ثانيه، وانت لسه طالع من كبوتين قبل كده، فطبعا هيبقى فيها صعوبات شويه، لكن الحمد لله النهارده انا شايف ان اللعيبه رجاله وادوا بشكل كويس، وناخد منها درس برده. مش عايز انا اطلع من المباراه كده ال 180 دقيقه وعدوا وخلاص، اخد منها درس. لما يتوجد لك مباراه زي اللي كانت في برج العرب بفرقه بالشكل ده لازم كنت تخلص عليها، وده اللي اتعلمناه من الفرق في اوروبا. لما بتيجي تلعب فرقه وبتشوف ان المنافس بتاعها مش في حالته في اليوم ده ما بيستناش 3 4 5 6 ما بيرحمش، فده اللي كنت اتمناه في المباراه الاولى، فده درس كويس ان شاء الله نستفيد منه الفتره الجايه احسن ان شاء الله كابتن.